السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هاني نحيت الفلتر أخويا، هاني الكور بابيون أنا نظيف جديد، فهمت؟ أبش نجرب كيما قلتلي، وراه الكهرباء مانيش شاريها كاسبها، شريتها زيروات مني، هي جديدة باك. ومن بعد ولات لي الحكايه فيا جاتني، فهمت؟ وحدها وحدها طلعت لي الحكايه من غير حتى شيء. من الاول اول ما بدات لي بعد ساعات الكود يطلع لي نتاع المفتاح في التابلو دبور هذيك، ومنهم مره هرب لي الكود نتاع التابلو نتاع المفتاح، رجعته وقعدت مريقله، فهمت؟ ما كانت تشعل لي مفتاح كي ما تحبش تخطف، تو وليت ما لا تشعل المفتاح لا شيء، فهمت؟ وترومبت ليسونس بدلتها، شريت حتى هذي القلب هذا، قالوا لي راي في اللامبوان 6 ما ينجحش، مشيت شريت ترومبا كامله، فهمتني؟ وكما قلت لك بدلت ترومبت ليسونس القلب من الاول، ومن بعد شريت ترومبا كامله، ومن بعد بدلت هذا، ومن بعد بدلت البوجيات، ومن بعد بدلت نتاع السخانه هذا المانو والكوربابيون. تو باش نجرب كما قلت لك، مختار باش نحط الكونتاكت هاو الكوربابيون دوب قبل ما نخطف، برا ترى تعمل الضربة هذيك تقص، تحس الدياجنوستيك ها يضرب. كورب بيون سكرت ومن بعد حلت فرد ضربة عم مختار، كيكة نورمال تعملها. توا تخدم ما تعملش نفس الضربه كيما عملتها المره الاولى، ريتها الكوربابيون كي عملت المره الاولى حل فرد حله، ومن بعد رجعت الضربه اللي مختار الضربه اللي عملتها البابيون من الاول في اول تخطيفه وهي بارده، كل الحله فرد حله والاكسيليرينا لا شيء راهو، ما بعد كي تولي تخطف مريقله ما عادش تعملها الحله هذيك، ترى عاود اضرب توا في المره الثالثه ولا الرابعه توا باش نخدمها. الكوربوبيو ما حلش كيما حل المرة الأولى، تو تخدم مريقلة على الأخر، هكا ضربتها مريقلة على الأخر، فهمت؟ أما المرة الأولى كي لككت شوية ما خطفت، ما لككتش، ما حسيتها تحبش تخطف بالكدا، عملتك الحلة الكبيرة الكوربوبيو هذيك. عم مختار راني يعني بدلت الكور بابيون هذا نتاعها الدوريجين في سدة، فهمت؟ منه كانت تسكت لي قبل الكهرباء، كي ناكسيلاري ما تسكت لي الكهرباء في دودان حاجة، ولا كي نقف في فروج تسكت لي الكهرباء، فهمت؟ قالوا لي راي الكور بابيون في سدة، فهمت؟ هذا نتاعها القديم فاسد، فهمت؟ كي بدلت الكور بابيون خذيته معناها وصيت عليه من برا، خذيته في النوع هذا في الفيمو اللي راكبه توا فيها، فهمت؟ دوبا ما ركبته مريقل معناها، فهمت؟ نهرزش اول الموديل نتاعو، فهمتني؟ خذيته من برا في الفيمو ورحت زرعتيته وكل خدمة مريقلة الكهرباء، فهمت؟ تو ولا المشكلة هذا، المشكلة هذا نتاعها القديم في الفيديو وهذا في الفيمو صار نورمال، ترا سكت هاي تفشفش كي تسكر تخرج حس تفشفيش يز يز ترى فيها بطارية يقعد يشعل عم مختار، وواحدة مسكرة على الاخر راي ما فيهاش نفس، توا تسرحت باش تخدم، راني فشفشت لها بالفيتوكس وما باتش تخدم هي هي، راني وريتك الكور بابيون كيفاش يعمل، فهمتني؟ فوا تولي تخدم يولي مريقل ما يحل ويسكر عادي، اما من الاول كي تبدا ما تحبش تخطف يقص عليه الهوام بكري باش عطني، تعرف شنو يصير معناها؟ كي تخدم الكهرباء والباتري تقعد تشعل وما تخدمش معناها ما تجاوبش، ما الكور بابيون يقعد مسكر، من بعد باش تطفى الباتري نتاك دقيقتين هذوكم يعمل حله وتسكيره خفيفه يمص فيها الهواء باش كهرباء تخدم بالكدا، معناها دوزت الهواء كانها تقولش عليها ماهيش تاخذ في دوزت الهواء اللازمه باش تخدم الكهرباء. عندي طرف زيت عم مختار لقيته على الفلتر هذاك، حليته وظلوا فيه شويه زيت، فهمت؟ نورمال هذاك وفيها لا تخرج دخان.
عم مختار حتى من الانجكتورات راهو حليتهم فهمتني، حتى كي حليتهم تكسرت لي كعبة من هنا الوحدة نتاعها، شريت رومب كاملة فيها 4 انجكتورات فهمتني، شريت رومب كاملة نحيت منها 2 انجكتورات وخبيت 2 انجكتورات ويخدموا مريقل، تستاهم لي الطفل لقيتهم يخدموا مريقل، ركبت الزوز والزوز الاخرين نتاعها القدم خليتهم لهذيا وهذيا ودوبا ما خطفت بكري ما حبيتش تخدم لي، فما ريحة ايسونس طلعت من حن شميت ريحة ايسونس من كور بابيون خرج، راه ما فهمت شي يا عم مختار فهمتني، ترمبت ليسونس جديدة البوجيات جدد الكور بابيون من شاكك فيه، كان نولي نعاود نشري كور بابيون اخر وكا اولا نشوف كيفاش نعمل نجرب بيه نقطع بيه الشك فهمتني، ما فهمها حد عم مختار اللي هذا نزاله ما يفهمها حد فهمتني، كان تحب عم مختار كان قل لي شنو نعمل نجرب، ما كانش قل لي تحب نجيبها لك قل لي وين انت نجيبها لك، فديت منها كرهتها على الاخر اخويا الكرم عرفوا معاهم الانجكتورات اللي قلت لك عليهم زوز خليتهم ريزيرف وفعل بدلتها قلت لك عليها الصوت كل في الدوريجين نتاعها نبدل فيهم، كانت ترومبت ليسونس خليتها في الادابتابل هذا اللي في الرامب هذا ما يعمل شيء، كان الوحيد ما شفتوش ما حليتوش ما شفتوش هذا في الرامب اللي خديتها بون اوكازيون، ما يعملش حكاية تخطيف هذا، ما نحاولش نحي القديم اللي عندي ونحط هذا فيها، والكهرباء راهي كيلومتراجها 161 ألف 100 واش عاد دوريجين حاسيلو قريب 170 ألف دوريجين كيلومتراجها ديما راقدة الأكثرية. أنا هذا يا خونا عنده جولف 4 جولف 4 ما تحبش ديماري كي تسخن ولا كي سكتها وعاود فيها، يعني كي يطفيها وعاود يشغلها ما تحبش تخدم ما تحبش تشتغل، ما اعطيته انا الاقتراح الاول وعمل به ويعطيه الصحه وبعث ورا لي صور وبعث لي فيديوهات ونحطهم لكم، يعني وريته قلت باش اعمل تفشش على البواب على الكور بابيون على الفراشه بفيتوكس ولا حاجه وتشوف اذا كان خدمت ولا لا، قال لي ما حبش تخدم. ما توا ان تو نحط لكم الفيديو هذا، الفيديو اللي اعطيته فيه الاقتراح الاول ورا الفيديو هذا باش نربطوا الاحداث ببعضها ومن بعد نكملوا في الباقي. تو باش نعطيك الاقتراح الثاني، تو الاقتراح الثاني كونه ولا عندي شك في مفتاح السياره في الكونتاكت اللي هو تشغيل المحرك، منين ندور مفتاح شغل المحرك؟ لا باش نعرفوه العمليه سهله وبسيطه، ان وقت ما تحبش تخدم لك حط كونتاكت وتجي هنا للديميرير هذا المارش اللي هو اللي قدامي انا نعمل فيه بصبعي هذاك هذا المرش اولا تحضر الساعه روحك تخرج خيط من هذا الخيط هذا دوماري ديماري بهذا هو ريتها تخرج خيط من هذا، يا اما تتبع الخيط الاحمر هذا يا ريت الخيط الاحمر اللي خارج منه تتبعه والمشي فمش في اخره فيشه، ساعات تلقى في اخره فيشه ماهوش مربوط طول في الدوماري قبل هو تلقى فيشه فيها انت وذكر، وتحضر خيط طويل اذا كانك ما جيتش في اخر الخيط هذا يعني حضر خيط طويل شويه يعني باش تعديه من هذا من البليس للبطري طول يعني من الموجب في البطري، هو شنو اللي نحبك تعمله تو هذه البطري عملت لك كان بطري هنا هي تجي من البطري تجي لفوق مش مشكله، وهذا الدمرر هو نتاع ده انت باش تعمل خيط طويل تجيبه من الدمرر حتى للبطري هذا حتى هنا في البلوس، يعني العملية سهلة بسيطة يعني مش صعيبة، هذه هيك كما هيك وتجيبوا للمكان هذا، هذه اللي باش تعمله انت باش تعمل يعني هذا وقت اللي ما تحبش تسكت تحضرها ان هي ما تحبش عفوا ما تحبش تخدم تحضرها وتحضر روحك هذاك، اول ما تعمل العملية هذيك توصل شنو هو الغاية نتاعي انا؟ الغايه نتاعي نحبك توصل الديمارير هذايا بدون ما تخدم من داخل، تحط كونتاكت فقط والديماري طول من هذا من الخيط هذاك، الديماري من هنا طول للبطري من غير ما تدور من المفتاح، مقدي تحط كونتاكت فقط تحط كونتاكت فقط، هذه المرحله الثانيه اللي باش نعملوها ونجربوا ونتوصل اذا كان العمليه صحيحه كما عملت تو ما شاء الله عليك في التصوير وفهمتني بالكدا يعني يعطيك الصحه كل ما الشيء اللي عملته، انما الفازه نتاع المفتاح ما قلتيش عليها من الاول، كون قلت عليها من الاول كنت نجم نختصر المسافه ونشوف خاطر علاش عندنا اشكاليه توا نتاع كونه وقت تجي ديماري انت في الدور في المفتاح
ينجم يكون الكرون يقص من المفتاح ما يمشيش للكارت. هذا حاجه احنا باش نعملو تو، باش نلغوا الديماراج من داخل منصة السيارة ونعملوا ديماراج اخر من عندنا من هنا، من هنا البلاصه هذه من البطري للدمر، باش نعملوا حاجه هكا هنا من البطري للدمر خيط. هذا باش يولي لنا باش نجمو نفهم الموضوع وقتها وتشوفها تو، نرجع الفلتروات، رجع الدنيا كلها، رجع كل شيء اللي ركبته، ومن بعد تو نفهمك على الزيت ونفهمك على الكروب بابيون واش بيها تخدم الكاكا وكل تو نعمل عليها فيديوهات ونفهمكم عليها هذيك العمليه هذيك، مش صعيبه تو. اعطينا نحلوا الاشكاليه باش نوصل للحل ان شاء الله ربي يوفقنا. وكل عاده تصور كما كي الاول كما الثاني وقت تعمل الخيط هذايا سهل حتى ما تعرفهاش انت، تمشي للالكتريسيان يقول له اعمل لي خيط يعني حتى يدخل ينحي الفيش هذه ويدخل الخيط معها وعاد يسكر عليها وبعد نحيه. المهم وقت تحط انت الخيط في فوق الكوس باتري هنا فوق البليس الدمر يضرب، كان دمر يضرب سبع حطه على جنب وخليه وامشي بها، هي تعملها وانت جرب ديماري معش ديماري من المفتاح، ديماري من الخيط اللي عملته انت واللي عمله الكهربائي، وتصور لي كل شيء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.